تلفزيون الحياة، برحب بيكم مشاهدي عين على البرلمان في جولتنا الثانية النهاردة وفقرتنا الحوارية اللي هنستكمل فيها وهنتكلم فيها عن عيد العمال وعن الاحتفالية اللي أقيمت صباح اليوم وعن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وعن أبرز الرسائل اللي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال كلماته إلى القوى العاملة وأبرز الجهود اللي كشف عنها العمال مصر في كافة القطاعات. هيكون معنا في الاستوديو اللي مشرفنا النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأمين العام لاتحاد العمال. تحياتي لحضرتك. أهلا فندم. أهلا بك فندم. أهلا محمد. في البداية يعني النهاردة شفنا في الاحتفالية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد بدور عمال مصر وقال كثير من الرسائل وطالبكم برضو بكثير من المطالب، طالب حزم تشريعات للعمال. تمام. هو في البداية اسمحي لي ان انا اقول لكل عمال مصر النهاردة وكل مصر كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد العمال، عيد التضحية وعيد النضال من اجل الطبقة العاملة في مصر. حضرتك بالفعل النهاردة احنا كان يوم عيد العمال هو احتفالية بتقام سنويا بيشرفها السيد رئيس الجمهورية، والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال دولة كانوا بيشرفوا اتحاد العمال في الاحتفال اللي اقيم النهار اليوم، والذي تم فيه ايضا تكريم 12 واحد من قيادات الدوله، منهم 10 من اتحاد العمال واثنين من وزاره القوى العامله، وده تقليد سنوي بيجسد فيه السيد الرئيس مدى كل من بذل جهدا في العمل النقابي كرمه السيد الرئيس النهارده. فدي بس عشان يبقى ايه ما جرى النهارده، لكن النهارده انا شفت خطاب السيد الرئيس. طب المكرمين النهارده يا سياده النائب، الاختيارات دي بناء على ايه ومين اللي بيختارهم؟ بص يا فندم، احنا عندنا في قاعده في اتحاد العمال ان النقابات العامه، عندنا النقابات العامه بتبعت لاتحاد العمال تكريماتهم، واحنا بناخد بيها كل سنه بناخد 10 حسب دورهم من العمل النقابي ما قدموه. النهارده احنا كنا بنكرم وزير سابق هو الاستاذ اسماعيل فهمي، كان وزير القوى العامله السابق وكان رئيس اتحاد العمال في يوم الايام. ايضا كنا بنكرم الدكتور احمد عبد الظاهر كرئيس اتحاد العمال في يوم من الايام، كنا بنكرم الاخ خالد عيش وهي احد القيادات اللي موجوده، يعني كنا بنكرم لفيف وكنا بنكرم مرأة وكنا بنكرم مجموعه من القيادات النقابيه التي اثرت العمل النقابي في مصر خلال الفتره دي، وده تقليد كويس بيخلي كلنا لما بنبذل جهد لابد ان نكرم في يوم عيد العمال. فمن هذا المنطلق يعني انا كنت متخيله يعني كهند ان النهارده كان هيتكرم الاستاذ المرحوم عبد الرحمن خير، ويعني هو قياده عماليه بارزه يعني ربنا يرحمه واحنا فقدناه السنه دي، فتوقعت ان انتوا يعني هو ما فيش شك ان الاستاذ عبد الرحمن خير الله يرحمه من القيادات المحترمه والقيادات الطيبه والقيادات الجيده، ولكن ربما النقابه العامه للصناعات الهندسيه بعتت الاخ مكانه لان هو الاقدم. فاعتقد السنه الجايه هيكرم الاستاذ عبد الرحمن خير، لان النقابات بتبقى في اولويات مين اللي خرج الاول، مين مات، مين 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 مين، بيبقى عندهم هم اولويه داخل النقابات العامه ولا داخل اتحاد العمال فيها بقدر ما النقابات العامه هي اللي بترشح. لكن ان شاء الله اسم عبد الرحمن خير اسم خالد واسم متميز في العمل النقابي، وان شاء الله باذن الله باذن الله سوف نكرمه في العمل القادم ان شاء الله. ان شاء الله يا سياده النائب. الحقيقه برضو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب مجلس النواب بحزمه من التشريعات التشريعات العماليه من اجل العمال، دور مجلس النواب خلال الفتره القادمه. تعالي نقول وانت بتتكلمي على مجلس النواب، تعالي ناخد قبل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قال ثلاث رسائل او اربع رسائل لكل الناس المعنيين بالعمل. احنا رصدناها كلها وهنتكلم مع حضرتك واحد واحد. طيب يعني انت رصد يعني خلينا اجاوب اللي انت بتقوله. طيب اوكي. بص لحضرتك، اي مجتمع عمل بتشريعات وحزمه التشريعات والبيئه التشريعيه المناسبه تستطيع ان يحدث هناك تنميه ويحصل فيه استثمار ويحصل فيه. النهارده الرئيس كان بيتكلم على ثلاث اربع خمس قوانين مهمين جدا في خطابه، كان بيتكلم على قانون العمل، وهو قانون العمل الان موجود في لجنه القوى العامله وان شاء الله باذن الله سوف ننتهي منه قبل 30/6 باذن الله، وهو قانون عمل جديد جيد هيرسخ قيمه العمل وهيعطي للشباب فرصه للعمل في القطاع الخاص بعد ان كان يعزف عن العمل في القطاع يعني الخاص. يعني بجد هيشجعهم، لان احنا بنشوف هنا في مصر ان كل الشباب ما بيدوروش على القطاع الخاص مهما كانوا هياخدوا فيه قد ايه. كلام استاذ هندي. لان ما بيضمنش حقوقهم. صحيح، كلام استاذ هندي كلامك حقيقي. احنا عايزين نغير الفلسفه دي للشعب المصري. تمام، استاذ هندي كلامك حقيقي جدا ان الشباب
في الفترات الماضيه كان يعزف على العمل في القطاع الخاص لعده اسباب. السبب الاولاني كان بيحس ان هو ما ياخدش حقوقه وليس له ضمان وظيفي او امان وظيفي. نمره اتنين كان بيحس ان هو داخل العمل بياخد استماره سته في ايد واستماره واحد في ايد. الراجل ما عجبوش صاحب العمل في اول يوم او ثاني يوم يقول له مع السلامه. احنا راعيناها الحمد لله في القانون الجديد وقلنا مفيش حاجه اسمها استماره سته ومفيش حاجه ان صاحب العمل يقدم استقاله، فدي هتبقى ضمانه للعامل. حتى لو العامل قدم استقالاته بيده لابد ان يذهب لمكتب القوى العامله ومكتب القوى العامله يعتمدها له، يبقى مفيش حد هيضغط على حد. دي نمره واحد. نمره اتنين كان الراجل بيؤمن عليه، لو هو بيستخدم ده 1000 جنيه او 2000 جنيه كان بيأمن على جزء منه لان صاحب العمل بيدفع اكتر فبيضطر ما بيأمنش عليه، مش كل رجال الاعمال بس عشان ما نظلمهمش. نمره ثلاثه التأقيت، كان الاول ممكن يديكي 3 اشهر ويقول لك افصلي يوم وثلاث اشهر ثاني وافصلي يوم وبعد كده يقول لك روحي، لا القانون الجديد يمكن اقل حاجه تبقى فيها سنه. نمره اربعه كانت المحاكم ممكن على حضرتك يحصل خلاف بيني وبين صاحب العمل ونروح المحكمه، المحكمه تحكم لك انك انت ترجعي العمل، صاحب العمل يقول له اسف انا مش هرجعك الشغل، خد تعويض. كل ده الحمد لله رايناه في قانون العمل الجديد، عملنا محاكم عماليه عشان سرعه التقاضي مع العمال، عملنا ازاي الراجل يدفع اجره بالكامل، عملنا ازاي ما يبقاش فيه استماره سته، عملنا ازاي العقد المؤقت ما يبقاش قليل، عملنا ضمانه وظيفيه لشبابنا عندما يعمل في القطاع الخاص كانه رايح الحكومه او كانه رايح قطاع الاعمال، فهناك ضمانات لقانون العمل. وعلى فكره قانون العمل ما عملتوش الحكومة، قانون العمل اتعمل من خلال أطراف العمل الثلاثة، هم الحكومة، رجال الأعمال، واتحاد العمال. احنا شاركنا فيه كاتحاد عمال وبنشارك فيه أيضا في إنهائه في لجنة القوى العاملة، وإن شاء الله بإذن الله قبل 30/6 هننتهي من هذا الأمر. طب بس النهارده وزير القوى العامله قال ان في 3 مشاريع قوانين متقدمه لمجلس النواب. تمام. او الحكومه. تمام. بالتحديد مقدمه لمجلس النواب. احنا بننتهي من قانون العمل. احنا انتهينا من قانون اعضاء مجالس الاداره المنتخبين بالفعل. لم يبقى معنا الا قانون النقابات العماليه، واعتقد مجرد ما ننتهي من قانون العمل سوف ننتهي من قانون النقابات العماليه، لان الثلاثه مهمين جدا في مناخ العمل في مصر. ايضا بنطالب بسرعه وان شاء الله في الجلسات القادمه ننتهي منه قانون الاستثمار. قانون الاستثمار ما دي الحزمه اللي تقدر تعمل استثمار جدا، لان حضرتك ده انت عندك استثمار مصري عربي اجنبي، لما ما يكونش في قانون عمل جيد وما يكونش عندك عمل نقابي جيد وما يكونش عندك اعضاء مجلس اداره جيدين وما عندكش عندك قانون استثمار جيد، اين الاستثمار في مصر؟ احنا كل ده ان شاء الله خلال الفتره الجايه سننتهي منه لنضع بنيه تشريعيه جديده لكي نستطيع ان ننمي بلدنا، لان احنا محتاجين التنميه دي من خلال التشريعات والبيئه. طب سيادة نائب قانون النقابات العماليه، وده المفروض ان هو المفروض من 6 سنين المفروض كان يتعمل والى الان ما طلعش. لا هو مش من 6 سنين. لا هو مش من 6 سنين. تعالى نتفق ده هو بقاله اكتر من النهارده 2008 كمان اكتر، يعني اكتر. لا ده بقاله كتير، بقاله كتير. بص ايه اسباب معوقات؟ لا هو مفيش معوقات بقدر ما الظروف، المفروض كانت الانتخابات دي فعلا المده طالت، واحنا كاتحاد عمال عايزين نعمل انتخابات طبقا لقانون جديد امبارح مش بكره، لا احنا عايزين نخلص، لان ايه؟ عايزين نكون نضخ دماء جديده داخل التنظيمات النقابيه عشان نشوف مصالح العمال. فاحنا كان المفروض في 2011 تنتهي هذه الدوره. الظروف بتاع البلد ما سمحتش انك انت تقدر تعمل انتخابات، ما كانش فيه برلمان وما كانش فيه ظروف تقدر دلوقتي تعملي قانون نقابات. الحمد لله لما الدستور 2014 تعاملوا مجلس النواب، تعاملوا مجلس النواب، ابتدينا نخش وتعامل فعلا. وبقول لحضرتك كمان ان قانون النقابات العماليه شارك فيه اصحاب الاعمال والعمال والحكومه، والان وراجعه ووافق عليه مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس الدوله ووضع وضبط الصيغه بتاعته وارسل الى لجنه القوى العامله. مجرد ما ننتهي من قانون يعني هو متعطل عندكم؟ مش متعطل، يعني الناس كلها عماله تشتكي من لا موجود. لا لا مش متعطل يا فندم. لا بصي بصي لا لا هندي هانم، لا مش كده. بصي احنا النهارده القانون ده يهمنا، قانون العمل يهمنا طبعا اكيد، وقانون نقابات عمال احنا بننتهي، لان جالنا الاول عندنا لائحه في قانون العمل الاول الاولاني وصل لنا لجنه القوى العمل، فما كانش نقدر نسيبه وناخد القانون النقابات، لكن احنا سوف ننتهي من قانون النقابات قريبا جدا، لان احنا حضرتك رايحين منظمة عمل دولية في جنيف في شهر 6، ومطلوب مننا ان الناس تعرف احنا عملنا ايه في التشريعات العمالية ومنها قانون النقابات العمالية. فانا بقول لحضرتك قريبا جدا سننتهي من قانون النقابات العمالية جدا، وانتهينا من قانون انتخابات مجالس الادارة المنتخبين وهيتعرض على الجلسة العامة.
طب حضرتك النائب، يعني قبل ما نطلع للحلقه حضرتك قلت ان انا لسه جاي من الصين امبارح او النهارده بالتحديد، وطلعت على طول على الاحتفاليه واشدت بالصين وعمال الصين وطريقه التعامل وحزمه التشريعات والقوانين اللي حواليهم. هل ده هيخلي حضرتك تبص تاني لمشاريع القانون القوانين المقدمه قدام حضراتكم؟ واحكي لنا بالظبط الوضع ايه هناك. بص يا فندم، انا شاهدت ما شاهدته في الصين، في كنت في ندوه قوميه اللي هي اسمها المصير بين افريقيا والصين. الصين عايزه تعمل حزمه تشابكات مع افريقيا، ومنها مصر كدوله رائده في المنطقه. وبصفتي انا رحت بصفتي نائب رئيس منظمه الوحده النقابيه الافريقيه. اللي هناك عندهم في الصين هو عندنا في مصر. يعني حضرتك ايه، انا رحت زرت الجامعه العماليه وعلاقات العمل، ورحت زرت المؤسسة الاجتماعية في الصين، ورحت زرت المؤسسة الثقافية في الصين، وزرت كل الحاجات دي. الحاجات دي موجودة هنا عندنا في مصر، ولكن احنا هنستفاد من الخبرة اللي احنا شفناها هناك وهنطور. فاحنا ان شاء الله مجرد ما ننتهي من اتحاد العمال، كنا بنتكلم مع استاذ جبال المراجل رئيس اتحاد العمال امبارح، ان احنا كيفية تطوير المؤسسة الاجتماعية الرياضية الثقافية على 30 فدان كان اهداها العمال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ايضا هو اللي اهدى الجامعة العمالية، وهو اللي عمل المؤسسة الثقافية العمالية. فمن هذا المنطلق ومن هذا التطوير الهائل اللي أنا شفته في الصين، واللي اتفقت معاهم عليه إن هم يبقى فيه تآخي أو فيه تبادل خبرات بيننا وبين الصين، هنعمل حاجة كويسة للناس. أكثر من هذا، نحن نفكر الآن في عمل مستشفى للعمال يبقى متخصص لحاجات كتيرة لأمراض المهنة وما إلى ذلك كما شاهدناها في الصين. فعايز أقول لك إن أنا جاي وعندي طاقة إيجابية لان احنا ننقل الخبرات اللي احنا شفناها في الصين الى مصر لخدمه العمال، بل العمال مش بس واسرهم بشكل كويس، لان احنا حابين في المرحله الجايه ان يكون لنا رؤيه وان يكون هناك مناخ جيد لاداء العمال. يبقى العمال مستريح، مستريح اجتماعيا، مستريح رياضيا، مستريح ذهنيا. هقول لحضرتك تاني حاجه تانيه، نحن اتفقنا في المنحه اللي جايه من الصين ان يكون هناك تدريب للعمال وتاهيل وتثقيف للطبقة العاملة في مصر من خلال منظمة الوحدة النقابية الإفريقية. نحن نسعى الآن لإيجاد هو الحقيقة أن المفروض أن الدولة أو مؤسساتها أو الأجهزة التنفيذية في الدولة هي اللي كانت تقوم بالدور ده، وكنت أتوقع أن هم يعملوا كده يعني في الاحتفالية دي، لو التدريب المهني للعمال. بص هو كلام، بص يا أستاذ هند، كلامي بتقوليه صح. احنا اتفقنا، احنا حتى قلنا في الخطاب النهارده اللي وجهه الاستاذ جبالي للرئيس ان احنا هنعرض عليه هذه الحزمه من الاجراءات بحيث ان الدوله تدعمنا، لان مهم جدا ان احنا ندعم العمال. لما ادعم عمال هيديني صنعه كويسه، هيديني اداء كويس، لان مهم انا الاوان ان يكون للعمال رؤيه واضحه وبيئه عمل مناسبه تستطيع ان تؤدي الاستثمار الجيد في مصر، وانا محتاجها دلوقتي في ظل الظروف. وبعد 30/6 انا محتاج تنميه اقتصاديه، محتاج تنميه اجتماعيه، محتاج رعايه صحيه، محتاجها كتير. ابعد من هذا، نحن نفكر في اتحاد العمال، ويمكن انا عامل مشروعين قانونيين هقولهم لحضرتك في اول اتفضل من خلالك. حضرتك العامل لما بيطلع على المعاش بياخد، كان بيشتغل بياخد 5000 جنيه، بيطلع من العمال بياخد 800 جنيه. في جاب كبير قوي ما بين الراجل لما بيشتغل وبيخرج على المعاش. فانا عامل مشروع قانون، والحمد لله انتهيت ب 153 ماده مع بعض الخبراء الوطنيين في مصر، ان انا اقرب له المسافه بينه وبين اللي بياخده، وان ياخد علاوه دوريه ما تقلش عن 15% سنويا. بس تفتكر الدوله هتوافق؟ اقول لك حاجه، الدوله هنا المفروض ما لهاش دور غير ان تساعد او تساهم، لان الدستور قال في الماده 17 تقريبا ان تنشا هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية تدير أموال الاجتماعات، التأمينات الاجتماعية خاصة، وتعتبر أموال التأمينات أموال خاصة. هو ده هيستلزم برضو قانون التأمينات الاجتماعية. ما ده اللي أنا بقول لحضرتك، أنا عامله هقدمه إن شاء الله في الجلسات القادمة. أيضا هناك قانون آخر ومهم، الراجل لما بيطلع على المعاش ويروح المحاكم يقعد يجي 3 4 5 سنين عشان يصرفوا له بدل النقد للأجازات، الراجل يموت يظل ورثته يصارعون المحاكم امتى يحكم، وبيحكموا لهم. واحنا عملنا الكلام ده حضرتك في قانون الخدمه المدنيه، قلنا ان الراجل يطلع المعاش على طول ياخد كل اجازاته. فانا عامل هذا المشروع وهتقدم بيه برضه في الاسبوع القادم ان شاء الله. مهم جدا
أن بيئة العمل التشريعية الاجتماعية الصحية البيئية كلها في الفترة الجاية أن احنا نغير النمط اللي كان زمان. نحن في فترة جديدة. التأمين الصحي. والتأمين الصحي احنا طالبنا النهاردة في الخطاب بتاعنا لاتحاد العمال للسيد الرئيس بالقانونين اللي أنا بقول لك عليهم دول، قانون التأمين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية. مهم جدا أن احنا ننتهي لصالح العمال. لما تبقى حضرتك تلاقي علاج طيب، علاج جيد، تلاقي تأمينات متميزة، لا يا لا هتدي، هتبقى في عندك أمان وظيفي. وأهم حاجة في العامل أن يشعر بالأمان الوظيفي اليوم وغدا ومستقبل أولاده. فأعتقد الدولة ماشية معانا في الاتجاه ده. الرعاية الاجتماعية والصحية والرعاية الثقافية في المرحلة الجاية سوف تتطور بشكل جيد من خلال المؤسسات الموجودة داخل اتحاد العمال المصري. طيب سيادة النائب، برضو من ضمن الرسائل اللي وجهها إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو دمج الاقتصاد الغير رسمي أو الاقتصاد الغير منظم مع الاقتصاد الرسمي، وده طبعا يعني يقدر بسبعة مليار أو ثمانية مليار أو عشرة مليار وممكن أكتر. تمام، بص حضرتك، وده طبعا يلزم أن يبقى فيه حاجة يعني بيئة تشريعية أو قانون يخرج من مجلس النواب علشان يشرع او يدخل هذا الاقتصاد الغير رسمي داخل الاقتصاد الرسمي. تمام تمام، هو الدستور في الحته دي قال الكلام ده. قال لك ان لابد ان العماله الغير منتظمه او الاقتصاد ما معناه الاقتصاد الغير رسمي ان يدخل في حائزه القوانين اللي هي نراعيه اجتماعيا وصحيا وندخله في في الاقتصاد الرسمي بشكل كويس. لان النهارده انت عندك هو نسبته قد ايه يا فندم؟ يقدر حوالي قد ايه؟ لا ما احنا عندنا اكتر من 10 مليون جنيه، 10 مليون شخص خارج المنظومه. لا يعني يقدر قد ايه ماليا؟ لا اكتر من 100، اكتر من 10 15 20 مليارات كتير اكتر. يعني النسبه مش موجوده بالفعل. لا مش موجوده، مفيش احصائيه اساسا. لا مفيش، لا ما تقدريش تعمل لنا احصائيه. اقول لحضرتك حاجه، انت عندك في مصر 5 مليون بائع جائل، ما ده اقتصاد غير رسمي، بيشتغلوا في السوق والشوارع و و و، انت النهارده ما تقدريش تحصريهم لانك انت ما تديهمش تراخيص، والمفروض انت عايز منهم تراخيص، والمفروض تعمل لهم تراخيص صحيه، والمفروض تاخد منهم ضرائب و و و وكله كله عشان يخشوا معاكي. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بالنسبه لذكر التراخيص وكده، طب ما في ناس كتيره بتسعى انها تروح تاخد التراخيص. ما هو ده اللي بنقول لابد يبقى قانون. وما فيش حد بيديها ويقول لك لا احنا مش الجهه المختصه. ما هي دي المشكله اللي احنا بنقول ايه حضرتك، عايزين نعمل اداره مختصه داخل الاحياء تكون مسؤولة عن العمالة غير منتظمة اللي يستحق ترخيص ياخده. احنا في منظومة في التنمية المحلية لازم نشوف لها حل. يعني بقول لحضرتك يعني مثلا سوق زي اي سوق، زي سوق العتبة، زي سوق، انت عارف شوفي جملة الاستثمارات وجملة الفلوس قد ايه فيه، ما تقدرش تحصريها. في باعة جائلين، مش معنى باعة جائلين بيتاجروا بالملايين بمئات الملايين في وليس موجودين في الاقتصاد الرسمي، وما بيدفعوش ضرائب، وما بيدفعوش ولا حاجه ولا حاجه ولا خالص كتير. فده احنا بنطالب ايه من خلال حضرتك، ان انا الاول ان نشكل لجنه من وزير التنميه المحليه. هو ده هيعود بالفايده على الدوله فقط ولا على صاحب المشروع نفسه؟ على الاثنين، صاحب المشروع وعلى الدوله وعلى العامل. النهارده الدوله، احنا لازم برضو نبين للعامل او صاحب المشروع هيعود بالفايده عليك في ايه. تمام، يعني انا النهارده لما يبقى عندي ضمانه، انا النهارده كحكومه لما احطه في الاقتصاد الرسمي يبقى انا اتخدق في خش في موازنتي، يبقى هاخد ضرائب، يبقى هاخد فوائد، هاخد فده الدوله هتستفيد بيه. الضمانه للعامل بقى وصاحب لصاحب العمل بقى. لصاحب العمل انا هضمن له ان انا لما اجي يعمل نظام ما الاقيش في الهوا، استطيع ان انا اثبته له، ادي له تراخيصه، اعمل له توثيقه وتوثيق حاجته، يبقى حاجه رسميه ما تحسش ان هي موجوده في الهواء. ان زي هقول لك حاجه بسيطه جدا جدا جدا، الراجل اللي بيشتغل بيبيع وهو ماشي في الشارع ده او حاطط حاجات على الرصيف، الشرطه بتعمل ايه؟ بتاخد حاجته وتشوف بيجي مكان. انا النهارده لما ادي له ترخيص واحط له في مكان واستفيد بالاماكن الغير مستغله في شركات قطاع الاعمال، واعمل سوقات صغيره للباعه الجائلين دول، هقدر احكم العمليه كلها. لا وعلى فكره شكلها بيبقى حضاره وانضف. يعني انا شفت مناظر في التجمع الخامس بدون ذكر اسماء المولات، عربيات واقفه وشباب صغير بالظبط وبمنتهى الرقي ومنتهى الشياكه ومنتهى الجمال والروعه. احنا ليه ما نشجعش الشباب ده؟ ليه ما نرخص لهمش؟ هقول لك حاجه، في الصين كويس عاملين لهم الكلام اللي انا بقوله ده، والبنت بتاعت فتاه البرجر والرئيس عبد الفتاح بيتكلم عنها. يعني ده مثلا هو ده على شكل هذا الكلام. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو الرئيس ما كانش اتدخل ما كانش حد عمل لها حاجه. لا ما احنا عايز اقول حاجه، عندما يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي دي رساله،
يجب على المسؤولين في الدولة ان يعوا هذه الرسالة، ما يوقفش عند فتاة الهمبرجر دي بس، لا ده بيقول لك رسالة ان كل الناس اللي زي كده تعالوا نعمل لهم نظام، يعني يجب ان احنا ما تعديش ما تمرش مرور الكرام ان احنا السيد الرئيس قد اعطى توجيهات معينه. طب سيادة النائب برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي ايام تكسير المكاهي والكافيهات واتكلم في مؤتمر الشباب وقال تكسيرها كان ممكن نقنن وضعهم. اي ما بقول لحضرتك المشكله بقى فين؟ ما هو بيدي توجيهات، لكن فين فين اجهزه الدوله اللي بتتحرك؟ اجهزه هقول لك حاجه، اجهزه الدوله بتعمل في جزر منعزله، كل واحد الحته دي وبتاعتي وبس، لا ان الاوان ان يكون هناك حزمه أو في تجمع أو في رؤية ما بين أجهزة الدولة بعضها، أجهزة المحلية وزارة الداخلية. بس احنا عمالين نتكلم عن البطالة يا سيادة النائب، واحنا لو دورنا هنلاقي إن مفيش بطالة في مصر، لأن ده اقتصاد وده ناس شغالة بجد. لو احنا دخلناهم تحت قوانين أو تحت نقابات أو عملنا لهم أي حاجة يعني أو أي جمعيات، هتبص تلاقي إن مفيش بطالة في مصر. لست مختلف معاكي تماما، إن آن الأوان السياسة اللي في الشوارع هما دول ما بيكسبوش؟ لا بيكسبوا كتير. دول بطاله؟ لا مش بطاله. طب دول لو احنا عملنا لهم اي حاجه نقنن وضعهم، عملنا لهم جمعيه، عملنا لهم مؤسسه، ما بقاش اسمهم على الورق بطاله، فين؟ ما ليه ما نعملش الحاجات دي يا سياده النائب؟ بص انا متفق معاكي، وانا طالبنا كذا مره لان يمكن ربما اكون معنيا بالامر كنقابي كرئيس للنقابه العامه لعمال التجاره والمسؤول عن العمل التجاري في مصر، طالبت بهذا. طالبت قلت يا جماعه تعالوا كل البائع الجائلين او كل الناس اللي هم مش بس اللي بيبيعوا في الشارع، تعال نعمل لهم نقنن لهم اوضاعهم في اسواق في سويقات ونعمل اداره معنيه. والله بيصعبوا عليا يا ست نيم لما تكون بتدخل شوارع كده يعني وتجروا بيجروا ورا بعض، لا وواحد يحطوه على اول الشارع اللي هو اللي بيشوف لهم البائع عشان يشوف لهم اللي داخل ورا، بس تلاقي يعني لموا حاجتهم. لا 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 ما ده لا منظر يعني ده مش وده برضو اكل عيشهم، يعني هم ده اللي بيصرف على بيتهم وعلى بيت ولادهم وفاتح بيتهم. خلينا نستغل اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، ان انا الان ان احنا نضع او ندخل الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وعلى الجهات والوزارات المعنيه ان احنا نقعد مع بعض كنقابات كاتحاد عمال كوزاره تنميه محليه كمعنيين، وتعالوا نشوف كيفيه ان احنا نقنن اوضاع هؤلاء. هتفرق كتير معانا اقتصاديا، هتفرق معانا ماديا، هتفرق مع الناس حتى وهو رايح يجي يشتري حاجته حاسس بامان، حتى الراجل اللي بيديك البضاعه مش حاسس ان بضاعته ممكن ما تجيش بكره. صح. ما العمليه متشابكه. فانا طب الحقيقه برضو طرف مهم جدا من الاطراف النهارده برضو هم المواطنين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا. والحقيقه سياده النائب من ساعه ما بدانا الحلقه مع حضرتك والتليفونات كتيره جدا، يعني ضغط التليفونات كتير. معانا الاستاذه هيام من القاهره، تحياتي ليك استاذه هيام، اتفضلي يا فندم. استاذه هيام سامعيني؟ أستاذة هيام سامعيني بوضوح؟ طيب يعني طيب معانا الأستاذ محمد من الشرقية، تحياتي ليك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك يا فندم. اتفضل يا فندم، معاك سيادة النائب محمد وهاب الله، اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. أنا بناشد كل اللي سمعوا وسلم عليهم كلهم، أنا اسمي محمد موسى من الشرقية. اتفضل. شغال في شركة فناتر سواق. شركة فناتر سواق في بنها تجارة. فقبل ما اشتغل قالوا لي لازم تمضي على وصل امان لما ما فيش شغل لك. مضون على وصل ب 400,000 جنيه. يعني ايه وصل امان؟ وصل امان عشان ب 400,000 على العربيه. دي حقيقه. ب 400,000 جنيه. وبعدين يا استاذ محمد اتفضل. وبعد كده لما جيت اسيب الشغل قعدت معاهم ثلاث سنين، جيت اسيب الشغل ما رضونيش يديني وصل امان، وحاليا شاكلني بيه. دي حقيقه. طيب شاكلني بيه حاليا دلوقتي. ولا انا راجل غلبان وعلى قد وظروفي على قدها. طيب انا عندي مفتريه استاذ محمد يعني سيب رقم دي حقيقة. سيب رقم تليفونك وهنوصل، بس سياده النائب عايز يقول لك حاجه يا استاذ محمد. هو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي؟ بص يا استاذ محمد الكلام اللي بتقوله ده حقيقي، في بعض الناس ما بيرضوش يشغلوا حد، وخاصه السواقه، خاصه الجماعه اللي بيشتغلوا في الماليات، اللي بيشتغلوا في الخزن، اللي بيشتغلوا في التحصيل، و بيعملوا الكلام ده، والكلام ده مش صح وغلط جدا. واحنا زي ما بقول لحضرتك انا العماله اللي بتشتغل بالشكل ده هنشوف لها حل في قانون العمل. بس هم يعني شاكينه. طب نحل مشكله محمد ازاي؟ ما هنسيب بس كده وهنشوف، اتواصل مع زملائي اعضاء مجلس النواب من الشرقيه ونشوف نحل. طيب المشكلة. يعني رقمك يا استاذ محمد سيبه علشان يعني سياده النائب هندي له رقمك ونتواصل مع السيد النواب في الشرقيه. معانا الاستاذه هيام من القاهره، تحياتي ليك استاذه هيام، اتفضلي يا فندم. ايوه مدام هند اتفضلي. عايزه اسال سؤال بس مش عارفاه،
نقابة التجاريين دي تبع مين؟ نقابة في الدولة. انت عندك فيها مشكلة يا استاذة هيام؟ لا ما بيدوناش معاش بقالنا اكتر من سنة. ومانيش لاقية انهي جهة النقابة دي تبعها. طيب دي يا استاذة هيام، طب سيادة ايوه انا معاك، انا معاك يا استاذة النائب، عايز حضرتك دي نقابة التجاريين دي نقابة مهنية اللي هي موجودة عند الاسعاف اللي في الاسعاف، ودي لها مجلس اداره ودي تبع النقابات المهنيه. حضرتك فعلا بقالهم كتير جدا. النقابات المهنيه لا هي مش تبع الدوله، انت مش حضرتك لا معاكي بكالوريوس تجاره يا معاكي دبلوم تجاره. لا دي بكالوريوس. ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك اهو، ما هي النقابات المهنيه دي بيخش لازم ان يكون بكالوريوس تجاره وبيعتبر نقابه مهنيه، وفعلا بقالهم مده طويله في شكاوي كتير جت، وانا هتواصل مع السيد نقيب التجاريين واشوف ايه العوائق اللي بتعوق الكلام ده واحاول اظبطها معاه، هو صديق شخصي وانا ما هم مش تبع الدوله، لكن هم الدولة. بس هم جوه الدوله. الرقابه فين يا سياده النائب؟ ما هو دي الرقابه عليهم فين؟ ما بقول لك دي نقابه مهنيه. ليس رقيب عليها الا نفسها، فاحنا هنتواصل معاك. يعني عادي يضحكوا على الناس وياخدوا فلوس من الناس؟ لا ما بيضحكوش، يبدو. بص هقول لحضرتك حاجه، مش بيضحكوا عليهم. هو عدد المشتركين في نقابه التجارين تقريبا كبير، وعدد الزياده في المعاشات كتير، فما بيقدروش حوالي 400,000. ما بيقدروش يفوا ب من التزاماتهم، لكن انا زي ما بقول لحضرتك انا اكلم الاستاذ سمير علام والمجموعه الموجوده داخل نقابه التجارين ونحاول نحلها لهم. بس انا اعرف ان مفيش حد داخل الدوله الا لازم الدوله تكون مسؤوله عنه. لا ما هو كان بقى تابع للدوله او مش تابع للدوله، هو جوه ارض مصر. ما هو ارض مصر احنا مش مختلفين. بس تعال نشوف الموضوع ايه اساسا، نشوف نقابه التجاريين ونشوف المسؤولين ونتواصل مع حضرتك ونحاول نحلها ان شاء الله. يعني هي الاستاذه هيام بيبقى رقم تليفونها. كلام كويس. طب يعني خلينا برضو نتكلم على الأستاذ محمد، يعني اللي بيمضي استمارات يعني وصولات أمانة واستمارة 6، قانون العمل بقى الجديد هل بيحميهم؟ سوف يحميهم قانون العمل الجديد. إزاي يا فندم؟ قلت لحضرتك. أصل حضرتك يعني قلقتني لما قلت لي إن قانون العمل الجديد كان رجال الأعمال موجودين. طب ما هم رجال الأعمال، هتزعل رجال الأعمال ولا هتزعل العمال؟ ما هو لازم تيجي على حساب حد. ما أنا قلت لحضرتك عندما قلت لحضرتك ان رجال الاعمال كانوا موجودين، كنت اقصد ان رجال الاعمال وافقوا تماما على ما انتهينا اليه. هم مش هيزعلوا يزعلوا ده، بالعكس هم توافقوا معنا ووافقوا على هذه الماده تماما لمصلحتهم ومصلحتنا، عشان هم عايزين بيطلبوا. تلاقي حضرتك ايه ملتقى توظيفي مش عارف ايه، عايزين 10,000 وظيفه وما بيروحوش 5-6، يقول لك انا اروح اوجع دماغي ليه، اقعد يومين وامشي ليه، هقعد اعمل حقل من التجارب. لا، توافق معنا رجال الاعمال الشرفاء في هذا الماده، وهي دي موجوده في قانون العمل واتنقشت تماما وما عندناش مشكله. يعني نتمنى ان قصه الايصالات الامانه ان شاء الله تنتهي في قانون العمل الجديد والحاجات دي ما تحصلش. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، ازاي ان احنا نشجع شبابنا ان هم يروحوا للقطاع الخاص. دلوقتي بقى الواحد يتقدم لواحده ابوها بيرفضه علشان هو مش وظيفته حكوميه. لا حتى مهما كان هو شغال فين بقى، ولا في قطاع خاص ولا في شركه انت ايه؟ انت عارفه حضرتك قانون العمل اللي احنا بنتكلم عليه ده هنتكلم في الجواز دلوقتي. طيب معانا مين على التليفون؟ طيب معانا الاستاذه فاطمه من العريش. تحياتي ليك يا استاذه فاطمه. الله يخليكي. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، احنا بقى لي 10 سنين شغاله في الاستاد العريش الرياضي. 10 سنين شغاله، كل ما يكلمهم يقولوا احنا عمال يعني ايه اجريين. فبعدين احنا جرينا انا و13 معايا في قلب الشغل لحد ما رئاسه الوزراء مضونا 13 نفر، بقى لنا دلوقتي سنه وست اشهر اللي احنا تثبيت، ودلوقتي مش شايفين حاجه. كل ما نروح لتنظيم الاداره يقولوا باذن الله ان شاء الله على كده، بقى لنا سنه وست اشهر دلوقتي احنا بناخد، ابتدينا من 210 ولحد الان بناخد، بقى لنا يعني سنه اهوت بناخد 450 جنيه. يعني 450 جنيه بياكلوا 6 عيال ولا 7 عيال ولا بنعمل ايه بالظبط؟ وكل ما نروح، ويوم الاربعاء اللي قبل اللي فات عملوا من اللي احنا ناخد ورقنا نكتب اسامينا كلنا عشان احنا بنشتغل في المكان دول وبنقبض منه. بيدوخونا عشان امضى. طب استاذه فاطمه، هو انتوا كنتوا عقود ولا يوميات ولا ايه بالظبط؟ يوميات، وبعدين خلونا عقود دلوقتي لما اتمضت منه من مجلس الوزراء. ايوه اتمضت بقى لنا سنه وست اشهر دلوقتي. يعني المشكله دلوقتي في التنظيم والاداره، ولما طلبوا ورقنا وخد ورقنا. طب سياده النائب بيسالك، بقى لهم دلوقتي دي 5 اشهر. طب استاذه فاطمه، سياده النائب بيسالك، المشكله دلوقتي عند التنظيم والاداره ولا فين الحته بالظبط؟ عند التنظيم والاداره لو سمحتي. فبعدين التنظيم والاداره كل ما نروح لها بقى لنا
طيب سياده النائب عايز يكلمك، خليكي معانا. فاطمه هانم دلوقتي شوفي لي، هاتي لي المذكره اللي انت حضرتك بعتيها، وانا النهارده كنت مع المستشار محمد جميل اللي هو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واداره ونفوذ، انا هقابله الاسبوع الجاي وانا بناجده من خلال البرنامج ان هو يتدخل في موضوعكم وينهيه، وانا هتابع معاه حضرتك في الموضوع. فمن خلال البرنامج انا بناشد الاستاذ سياده المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي، هو كان معايا النهارده في احتفال عيد العمال، وانا رايح الاسبوع الجاي هتقول الطلبات بتاعكم ان شاء الله، انت راجل جيد وبيحب العمال، وان شاء الله نخلص الموضوع معاه باذن الله. طيب بنشكر الاستاذه فاطمه. سياده النائب مش المفترض برضو ان قانون الخدمه المدنيه حل كل المشاكل دي، ولا احنا بنحط قوانين وخلاص؟ لا هو المفروض كانوا قانون الخدمه المدنيه يحل المشاكل وكل حاجه، بس تبقى معنا اللائحه التنفيذيه، وكنا بنتكلم فيها النهارده. فاللائحه التنفيذيه في حاجات في القانون يعني انت هنشيل كلمه لكن يا ست، ما انا اقول لك ان اهو انت هنشيلها، هنشيلها خلال اسبوعين عندما بس قانون الخدمه المدنيه ده المفروض ان هو طالع بقاله قد ايه؟ لا بقاله 3 4 اشهر. طلع 4 اشهر وحسستني 3 4 ايام. لا 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 3 4 اشهر ده لا 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 مش كتير. هقول لك حاجه، اي قانون في الدنيا بلائحه تنفيذيه بتقول ايه المواد او بتفسر المواد اللي موجوده، هي ما بتغيرش شكل الماده. ف لما تنشر اللائحه التنفيذيه هتحل مشاكل كتير جدا. وانا ممكن ان شاء الله مجرد يطلع هبعتها لحضرتك ونقعد نجري نتكلم فيها يوم، نتكلم لانها حل مشاكل كتير جدا الناس متقلقه منها. واحد، المؤهلات، احنا قلنا الناس تسوي مؤهلاتها لغايه يوم سنه 2018. في حته الناس متضايقه منها مش عايزين يسووهم، في حاجات كتير جدا هتحلها مشكله اللائحه التنفيذيه لقانون 81 الخاص بالخدمه المدنيه قريبا ان شاء الله. قريبا امتى يا سياده؟ يعني بقول لك خلال اسبوعين هتنتهي اللائحه، يعني قريبا هتحل مشاكل كتير. مجلس الدوله هل تابعها تابعها وراح الدوله؟ حضرتك كنت بتكلم النهارده مع المستشار محمد جميل وهو وعد ان هو يبعت لي صوره وهشوفها معاه، لان هي احنا القانون بالنسبه لنا كان مهم جدا، لان احنا تعبنا فيه في لجنه القوى العامله بصراحه. وتفتكر ان احنا اول من رفض قانون الخدمه المدنيه في بدايته كان لجنه القوى العامله، وبعد كده اتعمل قانون جديد غيرنا فيه اكتر من 70 ماده من المواد القديمه اللي كان في القانون اللي قبل ما نلغيه من نعترض عليه وما يوافقش عليه. لكن انا احنا عندنا امل ان احنا نعمل حاجه كويسه، ما تقلقش. بعيدا عن ان انا نائب فانا مسؤول عن العمال. نتمنى يا سياده النائب. طيب معانا الاستاذ صبحي من الاسكندريه، تحياتي ليك استاذ صبحي، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني اعذرنا يا سياده النائب عشان المداخلات لا 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 كتير. لا لا لا. اتفضل يا استاذ صبحي. يا استاذ صبحي دلوقتي في مؤاخذة، المشكلة بتاعت ترسانة اسكندرية. ايه؟ عمال الترسانة البحرية بتاعت الاسكندرية، اتفضل. دلوقتي يا فندم يعني المفروض يعني الناس بتشغلوها، مش قاعدينهم كده في البيوت كده، وبعدين لمؤاخذة عندهم اولاد وبتاع، بقالهم زيادة عن سنة دلوقتي. يعني انا ابني شغال في الترسانة بقاله زيادة عن سنة قاعد. وعنده اولاد. يعني شوفوا ايه المشكلة دي. وضع عسكري. طيب. طب مش دول يعني انتوا المفروض واخدين حكم من القضاء العسكري يا استاذ صبحي؟ نعم. المفروض ان انتوا واخدين حكم من الاحكام من القضاء العسكري؟ لا مش واخدين قضاء ولا حاجه، هم واقفينهم كده. طيب. لا مش واخدين قضاء ولا حاجه، ده هم واقفينهم كده، فخدت بالك شايفينهم لا مؤاخذه في البيوت. والدنيا عماله تنقش. استاذ صبحي انا عندي معلومه ان هم محالين للمحاكمه العسكريه. بسبب التجمهم. لا مش كلهم، ده هم زي ما تقول ايه، هم اللي كانوا عليهم الحكم دول حكموا عليهم بتاع 10. هنتواصل مع رئيس النقابه العامه المختص. طيب يعني هو استاذ صبحي وسياده النائب بيقول لحضرتك، اتفضل يا سياده. هنتواصل مع رئيس النقابه العامه المختص في الموضوع، واحنا انا عندي فكره عن هذا الموضوع تماما من فتره. وان حاولوا ان هم وان هم كانوا بياخدوش مرتباتهم، وتقدم طلب احاط احد نواب اسكندريه في هذا الموضوع. وهنتواصل مع رئيس النقابه العامه المختصه ونحاول نحلها باذن الله قريب باذن الله. طيب احنا عندنا المشكله عارفينها يعني. طيب بنشكر الاستاذ صبحي من الاسكندريه. معانا الاستاذ زهير من السويس، تحياتي ليك استاذ زهير، اتفضل يا فندم. استاذ زهير اتفضل يا فندم. سامعيني حضرتك بوضوح؟ طيب يعني ضغط التليفونات كتير يعني سياده النائب، يعني اعذرنا بس تحترم. يعني الاستاذه فاطمه كانت اللي من العريش كانت بتتكلم على انها بتاخد 450 جنيه، طب حضرتك عندك علم بقى بمشكله ال 17,000 مدرس اللي بياخدوا 100 جنيه؟ ما هو ده خطا في التطبيق. المفروض لو قلنا الاستاذه فاطمه اللي بتشتغل فيه
استاد العريش، استاد العريش الرياضي ده تبع شباب الرياضه. اه والناس اللي هي بتشتغل فيه المفروض يبقى يطبق مثلا على قانون الخدمه المدنيه. تمام. الحكومه في 1200 جنيه حد ادنى، كيف يحصل الناس دي على 100 جنيه؟ في القطاع الوحيد هو القطاع الحكومي اللي الدوله حددت الحد الادنى ب 1200 جنيه، انا مش عارف دي ايه، ولذلك انا هتابعها مع الاستاذ محمد جميل واحاول اتكلم فيها وزير الشباب. ازاي لم يطبق الحد الادنى للاجور مع الناس دي؟ ازاي مش فاهم؟ يعني الى الان لم يطبق حد ادنى قالوا سنتين مطبق في الحكومه 1200 جنيه، ياخدوا 100 جنيه ازاي يعني؟ او 200 جنيه او 500 جنيه؟ انا بحكي لحضرتك كمان عن 17000 مدرس بياخدوا 100 جنيه. كل اللي هم بالحصه او بالمؤقتين او المفروض بعد القانون ده بيتغير وضعهم، المفروض كل ده يتغير، بيقنن وضعهم. المفروض حضرتك وانا هتابع فعلا ان 18000 كمان من 17000 قضيه المدرسين وقضيه الاستاد العريش انا هتبناهم. لا اصل يعني لما اعرف ان 18000 عامل واداري ومدرس بياخدوا 100 جنيه في الشرقيه، ازاي ما ازاي والله موجودين. ماشي انا فاهم. ايوه بياخدوا يعني بيصرفوا كام ال 100 جنيه دول؟ بيعملوا بيها ايه استاذه هند؟ انا معاك مع حضرتك، كيف يعيش عامل في مصر او مدرس في مصر او مربي فاضل في مصر على 100 جنيه؟ ازاي انقل خبرتي كمدرس لتلميذ او طالب وانا باخد 100 جنيه؟ ده انا هديله الطاقه السلبيه ازاي يعني؟ هنشوف عموما ان احنا بنناشد وزير التربيه والتعليم نشوف الحل المشكله دي، وانا هتقدم بطلب محطه فورا وبعلنه من السيد رئيس مجلس النواب لكيفيه حل مشكله ال 18000 مدرس اللي بتقوليهم. نتمنى 100 جنيه. ولو حد، ونتمنى كمان ان لو حد منهم قاعد سامعنا دلوقتي يتواصل معانا خلال الحلقه. انا ممكن اقول تليفوني بس هتبقى مشكله بس. لا احنا معانا تليفون حضرتك. طيب معانا الاستاذه زهير من السويس، تحياتي ليك يا فندم. الله يخليك، تحياتي لحضرتك وتحياتي لست الناس. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك مجموعه كبيره مننا معاشات في تجاره نقابه التجاريين في السويس. راكنين اوراقنا كل ما نروح يروح البنك، نروح البنك واخيرا يقول لنا مال المسؤول اللي كان موجود شوفيه. حضرتك بكالوريوس تجاره ولا دبلوم تجاره يا استاذه زهير؟ يقول لي مالناش دعوه والاوراق هناك موجوده. يعني حضرتك كلها مجموعه كبيره مش انا بس. 5 سنين لينا، 6 سنين على الطريقه دي. في مشكله عندهم، مشكله كبيره قوي. يرضي ربنا ده. لا هي الحقيقه ان دي تاني مره جينا. 5000 جنيه لينا كل واحد. استاذه سهير يعني الحقيقه ان دي تاني مشكله تجينا من نقابه التجاريين والمفترض ان الاستاذ سمير علام يعني نقيب التجاريين المفروض يتحرك، يعني لان واضح ان الشكوى كثيره ومستمره ومن كثير من المحافظات. وانا هتحرك معاهم اكيد يعني، حرام الناس. ما بقول لك ايه المشكله بتاعتنا، ان الناس بعد ما تخرج على المعاشات يعني بتدور على اي حاجه هي محتاجاها. لما تيجي تقولي لي نقابه التجاريين واللي عايز يتعالج سوف اتابع مع نقابه التجاريين في هذا الموضوع باذن الله، وانا مسؤول عنه وهتواصل مع حضرتك بحيث ان تبلغي. طيب معانا الحاج محمد من الاسكندريه، تحياتي ليك حاج محمد. حاج محمد سامعني بوضوح؟ طيب يعني واضح ان التليفون فقط. طيب يعني مشاكل كتير يا سياده النائب، يعني الناس تعبانه كتير. الناس تعبانه. لا انا بوعدك ان وكل اللي هم طالبينه انا شايفه ان هو تقنين اوضاع. لا تقنين اوضاع وسهل ان احنا نتعامل معاه. القانون يتطبق بجد. بس والنبي القانون اللي يطلع باللائحه التنفيذيه بتاعته، مش يتاخر 4 شهور اللائحه التنفيذيه. انا مع حضرتك. انا احنا عايزين القانون يطلع كده تبقى اللائحه التنفيذيه متدبسه فيه كده. انا مع حضرتك. واحنا كمان هقول لك حاجه من خلال حضرتك برضو، خلال المشاكل اللي انا شايفها في اسكندريه وفي السويس وفي العريش و و و، احنا كاتحاد عمال مصر لدينا اتحادات محلية مهنية موجودة في جميع المحافظات. هنعمل إعلان على المكان اللي موجود في كل محافظة، لأن أي حد ليه مشكلة في محافظته هيروح الاتحاد المحلي لاتحاد العمال التابع ليه للمحافظة ويشوف شكوته هناك. هتلاقي فيه محامين وهتلاقي فيه قيادات نقابية هتحاول تحل معاه في أي مشاكل، مش لازم مشكلة عمالية مع نقابة التجارة أو غير ذلك. سوف نقدم خدمة جديدة كاتحاد عمال في جميع المحافظات في مصر في المرحلة الجاية. طيب يعني سيادة الرئيس النهاردة. طيب معانا الأستاذ حسن من المنوفية، تحياتي ليك أستاذ حسن. عفوا سيادة النائب. لا اتفضلي. اتفضلي يا أستاذ حسن. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي يا فندم. أنا شغلتش عندي شهادة إيه؟ نعم؟ 2007. انت ما اشتغل. لا علي صوتك يا استاذ حسن من فضلك. عندي شهاده ايه المعوق. ربنا يسلمك. ما هبطش مش قول.
هعمل ايه؟ من سنة كام؟ 2007. طيب انت سيب رقمك يا استاذ حسن ويعني سياده النائب هيرد عليك. وفي قانون جديد، قانون جديد بيتعمل دلوقتي مهم جدا برئاسه الاخ عبد الهادي القصبي، النائب الاستاذ عبد الهادي القصبي في لجنه التضامن، ان احنا هيبقى في الزام لتعيين المعاقين الذي لديهم نسبه 5% معاقين. كان زمان يقول لك يجوز ان مش عارف استكمال ايه، لكن القانون الجديد اللي بيعد الان ومتبنياه متحدي الاعاقه مجموعه هبه هجرس ومجموعه من داخل النواب في البرلمان ان هم يعملوا قانون جديد فيه الزام بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه ال 5%. وده توجه من الرئيس، يعني هو قال ان السنه دي يعني سنه 2018 هي سنه ذوي الاحتياجات الخاصه. بالظبط. والحقيقه ان كان في جالنا برضو في الجوله الاولى من عين على البرلمان، جالنا برضو الاستاذ محمد بيشتكي ان هو شغال في وزاره الري وعنده مشكله حتى في طريقه التعامل، تعامل الموظفين معاه بطريقة سيئة. قدم على شقة في الإسكان الاجتماعي وما جاتلوش شقة، بيعاني من المواصلات طبعا في الغلاء وفي طريقة تنقله بالفعل، يعني كان بيطالب بشقة وبيطالب بعربية. خلينا هو مش يعني هو هيدفعها، ولكن الطرق إيه اللي يجيب بيها؟ خلينا نتفق إن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري لازم يدوبوا في المجتمع المصري وهم يبقى زيهم زي كل الناس، وده اللي هم بنبغيه وكلهم بيبغوا هذا الكلام. طبعا. لكن خلينا نتفق نقول للناس اللي هي بتتعامل مع اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة نتعامل بقى معاهم بشكل يليق بإن أنا أتعامل معاه. يعني العربيات المفروض عندهم رابطة أو عندهم رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة يقولوا لهم والله نظام العربية عشان تشتريها تعمل واحد كذا واثنين ثلاثة أربعة خمسة، المفروض يبقى فيه رؤية. وأعتقد زي ما قلت لحضرتك إن الرئيس أشار إن عام 2017 ذوي الاحتياجات الخاصة، نحن في ائتلاف حب الوطن، إحنا بنعملين ائتلاف حب الوطن بيأدي خدمة مجتمعية من القرية إلى المدينة في جنب أنحاء الجمهورية. لدينا يعني هتتحل كل مشاكلهم؟ بنحاول بنحاول. طب ما سنة 2017 كان عام المرأة، مشاكل المرأة اتحلت؟ لا كتير مشاكل، لا مشاكل المرأة في جزء ده المرأة النهارده، ده المرأة يعني توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتجاه انت شفت النهارده والدولة توجيهات في اتجاه الرئيس على بيتكلم عن المرأة ازاي؟ ان المرأة انا بسأل حضرتك في حكي في الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان عام 2017 عام المرأة. هل كل مشاكل المرأة بتتحل؟ اتحلت؟ بتتحل بتتحل. بص هقول لحضرتك حاجة، خلينا نتفق عام الشباب اسمر عن حاجات كتير جدا اتعملت للشباب في الحاره اللي فاتت. المراه احنا لسه في البدايه، هتحل مشاكل كتير وبتتعرض قضايا كتير وقضايا ورؤى كتير زي ما بقول لحضرتك احنا ك والمراه اللي بتنزل يا سياده النائب تشتري مثلا حاجه سلعه ما مثلا سلعه هنا ب 20 جنيه في المحل اللي قدامها ب 25 جنيه في محل على ناصيه الشارع ب 27 جنيه وهي بقى تقعد تتنقل من شارع لشارع من محل لمحل عشان تجيب الارخص لان اللي بجيبها يا عيني مبلغ من المال هتقضيه لاخر الشهر، يبقى فين بقى معاناه المراه؟ طب لا ما هو دي ما نقولش بقى عليها معاناه المراه. امال ايه؟ خلينا نقول معاناه الاسره. ما هي ما هو ده على كاهل المراه. خلينا نقول الاسره. خلينا نقول ان مجلس النواب فين دوره؟ مش ما خلينا نتفق في الموضوع عموم مش المراه بس. ما الراجل بيعاني، ما الراجل عشان بيروح يشتغل لان مرتبه زي ما انت قلت حضرتك 100 جنيه ده بينعكس على الست في البيت. ما هو بيروح يديها جنيه بيروح يديها لمراته يقول لها اتفضلي ماشي الموضوع. فانا انا معاك ان لابد ان يكون هناك اعاده جدوله في دخول الناس، لابد ان يكون هناك اتجاه كثير في ضبط الاسعار في السوق المصري بشكل كويس لان ده هيتحكم في حاجات كتير. واحنا النهارده في الخطاب في كلمه اللي القاها الاخ جبالي امام السيد الرئيس هنعمل جماعات الفئويه داخل مقر العمل، هنجيب السلع الغذائيه والسلع الاستهلاكيه بكل انواعها عشان نعمل نوع من التوازن ما بين السوق والعامل المراه العامله او الراجل العامل او ياخد كل ما يريده من داخل المصنع او الشركه من خلال الجمعيه، وده هيتم من خلال المجمعات الاستهلاكيه الموجوده بحيث ان احنا نعمل توازن نفضي الحاجات اللي بره للجمهور والناس الموظفين نقدم لهم خدمه تتناسب مع اللي هم بياخدوه داخل شركاتهم وذويهم ان شاء الله. طيب معانا الاستاذ محمد من الاسكندريه، تحياتي ليك استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. تحياتي لاسره البرنامج وليكم يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. مشكلة حد يا سيادة النائب، أنا معاي لو سمحت يا فندم اسمعوا مشكلتي لأن أنا بعت كل ما نملك. لا إله إلا الله. اتفضل يا أستاذ محمد. بعت كل ما نملك ومعايا طفل عنده شلل رباعي وكل الدخل 323 من الشؤون الاجتماعية وأنا راجل أرزق على باب الله.
نناشد صاحب القلب الرحيم السيد عبد الفتاح السيسي، بنقول له يا ريس ده هو اعتبره ابنك، وعاوزين حته عربيه نوديه ونلاقي ياخد علاج طبيعي ونرجعه بيه ونشتغل بيه يعتبر دخل للاسره، ومعي عيال في الثانويه العامه وعيال في اعدادي، وانا والله ما الاقي ناكل وغير الواحد بياكل مفضلات الزباله، ربنا يعلم حالتنا. طب ما تروح يا استاذ محمد الشؤون الاجتماعيه في الموضوع الجديد اللي هو تكافل وكرامه، ده موجود، روح للاقرب. يا فندم وجدان في اسكندريه ومفيش حاجه جاب، وانا كل اللي انا عاوزه حته عربيه دعم من صندوق تحت مصر الاب الرحيم الاستاذ عبد الفتاح السيسي، ابنك يا سياده الرئيس، ابنك يعتبر. طيب الرسالة بتاعتك وصلت يا أستاذ محمد، ورقمك في الكنترول روم، يعني لو حد طلب رقمك هنديهوله، لكن موضوع تكافل وكرامة يعني هنتابع مع سيادة النائب، يعني هنديله رقم حضرتك وإن شاء الله نحاول نجيب لك يعني معاش تكافل وكرامة. طيب معانا الأستاذة سامية من القاهرة، تحياتي ليك أستاذة سامية. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. والله يا أستاذة أنا يعني أنا عندي مشكلتين. اتفضلي يا فندم. مشكلة أنا كنت طالعة على المعاش بقالي 3 سنين، ليا متعلقات في شركة منفيس الأدوية، دي الشركة اللي أنا كنت شغال فيها، ورافعة قضية على الشركة ولغاية دلوقتي مش عايزين يصرفوا بقية المستحقات بتاعتي. بقالي كام سنة رافعة قضية؟ بقالي 2 سنين. طب أخدتي حكم يا أستاذة سامية؟ متعلقات إيه؟ متعلقات إيه؟ ولا أي حاجة، هي متأجلة للخبير. أستاذة سامية متعلقات إيه؟ ليا أسهم، وليا كانوا عاملين لي وثيقه بتاعت تامين مديني جزء منها بس وما ادونيش الجزء الثاني، وليا حاجات بقى حاسبينها لي وانا خارجه حاسبينها لي غلط، ده كلام المحامي لما قال لي في كل اللي محسوب لك غلط. طب هو بس الاسهم ما خدتش منها حاجه خالص، والمفروض انا معايا مستند بقيمه الاسهم دي. طيب سياده النائب هيرد عليك يا استاذ. يمكن هقول لك حاجه، انا هكلم رئيس اللجنه النقابيه في شركه منفيس، ولو انت تقدر تجيلي هسيب عنواني في النقابه العامه للتجاره، ونروح انا وانت للدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركه القابضه للادويه ونحاول نحلها لك، ربما ان انا يعني يمكن من قطاع الدواء فاستطيع ان انا اتدخل فورا في هذا الموضوع ان شاء الله. فهنسيب لحضرتك العنوان وتعدي عليها حضرتك، ونروح للدكتور عادل عبد الحليم ونحاول نحلها لك ان شاء الله. تيجي لحضرتك فين يا سياده النائب؟ 54. ايوه دال شارع جمهوريه. سامع يا استاذة سامية؟ جنب الشركة القابضة يا استاذة سامية، انت عارفة الشركة القابضة؟ 24 دال شارع 54 دال شارع الجمهورية. النقابة العامة للتجارة. النقابة العامة للايه؟ للتجارة. للتجارة. مش التجاريين عشان مالهاش دخل بالتجاريين. طيب يعني تيجي معانا نحلها لها، مفيش مشكلة يعني. معانا طب الحمد لله ان احنا قدرنا نحل المشكلة. معانا ام محمد من الاسكندرية، تحياتي لك. السلام عليكم يا مدام هاني. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة، اتفضلي يا فندم. ربنا يخليكي. بصي دلوقتي انا عندي شكوتين والنبي ما تخليهم يقطعوا عليا، ان ماليش شيله. الاول خالص اتفضلي يا فندم. ابني رئيس الشركه القابضه للصناعات المعدنيه، رئيس الشركه القابضه للصناعات المعدنيه، كنت عشان ايه؟ عشان ابوه راح ومات وعنده عيله قريبه، فرع القاهره وفرع اسكندريه محطين. طب ام محمد، ام محمد احنا مش هنقطع عليكي، بس الصوت عند حضرتك مش واصل، فممكن اقول لك رئيس الشركه القابضه للصناعات المعدنيه ابوه رجعوه تاني، هم اثنين، واحد طلع على المعاش وواحد موجود. بالضغط ابني ومشغل اراضي، وتعالوا شوفوا لو انا كتايره، تعالوا شوفوا فرع اسكندريه كله كومبليت قرايبه، ولاد اخته ولاد اخوه، فرع القاهره كومبليت. طب مشكله ابنك ايه بقى يا ام محمد؟ ام محمد مشغل ابني في احط وظيفه بالدراسات اللي في القانون. ام محمد، ام محمد، ام محمد انا عايزه مشكله ابنك بقى اعرفها ايه هي. اقول لك ابني معاه دراسات عليا في الصالون، بيشتغلوا في احط وظيفه وبيتابعوا الولا مت ولا لا، عشان ابوه قايله انت قرايبك وبتشتغل وظيفتك، وبعدين والله العظيم ثلاثه ما اقولكيش عامل في ابني ايه، وبيتابعوا عايز يشتغل عايز وقت، وقالوا له لو عملت اي شكوى هنودوك جنوب البعيد عليك و30، والله زي ما بقول لك. يعني ابن حضرتك معاه ماجستير في القانون يا ام محمد؟ ايوه معاه دراسات عليا بعد اللي فاضت سنتين، مبهدلينه واخد بعدها وفرع اسكندريه كومبليت شغال، بس مبهدلينه يعني. لا بصي لو شغال يا فندم، ده ناشد الرئيس
لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها دي. طيب ام محمد اهدي كده، سياده النائب عايز يقول لحضرتك ست ام محمد، حضرتك هو شغال في الشركه القابضه للصناعات المعدنيه ماشي؟ ايوه. وابنك موجود هي الشركه طبعا للصناعات المعدنيه. طب استنيني بس اقول لحضرتك حاجه، حضرتك هو اكيد عارف رئيس اللجنه النقابيه، يروح لرئيس اللجنه النقابيه ويخليه يتصل بيا وانا هتعاون معاه، يروح لرئيس اللجنه النقابيه يقول له مكلم محمد وهاب الله وانا هتعامل معاه. مش يا ام محمد أيوة. هو يعني سياده النائب أيوة. دلوقتي بيقول لحضرتك يعني خلي ابنك يروح لرئيس اللجنه النقابيه في الشركه ويجي لي ويكلمني ويخليه يكلم النائب محمد وهاب الله. طب انا عندي فكره، ما تاخد رقم حضرتك وتتواصل. خلاص طيب يا ام محمد، ام محمد سامعاني بوضوح، خد رقم الكنترول. الاعداد هيديك الرقم ويعني وتتواصلي مع سياده النائب بعد الهواء عشان هي منفعله فمش عارفه اتواصل معاه. طيب معانا الاستاذ محمد من السويس، تحياتي ليك استاذ محمد، اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا رب. طيب دلوقتي انا معاق 5% والحمد لله انا مش محتاج شغل، لان عارف البلد تعبانه، مفيش شغل بالنسبه لي. انا عندي 47 سنه وقضيت عمري كله بره، حاولت ان انا اعمل حاجه، الحمد لله ربنا كرمني، قدرت اعمل بيت، قدرت اجيب عربيه عشان اكل من ورا منها عيش. طب الحمد لله. الحمد لله، يعني خدت حقي بره بلدي، خدت حقي الحمد لله، وعندي 3 اولاد وامهم غير والدتي يعني. الحمد لله. فجبت عربيه ميكروباص على اساس اكل من ورا منها عيش واشتغل عليها سواق. واخد بال سيادتك؟ انا مع حضرتك. جيت في الاخر جبت خط سير، اشتريت خط سير اللي هو خط العمل اللي هو خط السير بتاع الشغل. طب اتفضل يا فندم اتفضل. فخط السير كان السويس الطور، وانا من السويس للطور ما بيبقاش مش مجزي، مش شغال يعني. الوضع ضعيف جدا. انت عايز تغير خط السير يا استاذ محمد؟ حبيت اغير خط السير ورحت لسياده المحافظ. سياده المحافظ طبعا ما ردش عليا، كلمني باسلوب مش كويس، واني انا اديت قبل كده لناس والناس راحوا باعوه، على علم ان انا لما اشتريت خط السير ده اشتريته من واحد صاحي، واحد سليم الحمد لله. لكن احنا انا كمعاق وعاوز اكل عيش وعاوز اكل عيالي عيش. يعني انت دلوقتي عايز تغير خط السير يا استاذ محمد؟ في الشهر هو مشوار واحد، وطبعا سواق اللي سايق مش انا. ايوه، يعني انت دلوقتي يا استاذ محمد عايز تغير خط السير بتاع العربيه. ايوه بالظبط. طيب. كده من الطور، من السويس للطور. لاي مدينه شغاله، للقاهره. طيب طيب الاسم بتاعك. طيب سياده النائب عايز يرد عليك. استاذ محمد حضرتك خد الاسم ده. اسمع ليا في القاهره استاذ محمد. طبعا عندنا. طب اسمعني بقى يا استاذ محمد. طب اسمعني يا استاذ محمد، سياده النائب عايز حضرتك خد الاسم يا حضرتك. الاستاذ سيد غنيم. استاذ سيد غنيم في الاتحاد المحلي للعمال بالسويس. اتحاد وبجوار المحافظه الاتحاد موجود، روح له قول له انا جاي من طرف محمد وهاب الله، والراجل هيعمل لك الحاجه مع السيد المحافظ، وانا هتابع معاه وهتصرف معاه. بس تمام. اسمه سيد غنيم في الاتحاد المحلي. انا للسويس. دلوقتي اتحاد العمال ايه؟ مش فاهم انا. انت هتروح للاستاذ سيد غنيم بالاتحاد المحلي للعمال بالسويس، صح كده يا سيد؟ بالظبط، والمسؤول عن ائتلاف حب الوطن بالسويس، هيتصرف معاك فورا وهيروح معاك وهيحل لك الموضوع. وهستاذن برضه سياده النائب، هتاخد رقم تليفون سياده النائب من الكنترول روم. ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. احنا خلاص ماشي. ماشي يا استاذ محمد، ما عنديش مشكله. الله يعني الله يكرمك يا سياده النائب، الناس بتفرح. لا لو ماله، بس احنا هنفضل امتى نحل بس المشاكل القويه دي؟ انت عارفه حضرتك استاذه هند، انت خليتيني النهارده عملنا ايه؟ خلينا نفكر ان احنا نفعل بشكل كبير جدا الاتحادات المهنيه في المحافظات. كل اي حد عنده مشكله، احنا كعمال لابد ان يكون لدينا مسؤوليه اجتماعيه. احنا كاتحاد عمال لابد ان يكون لنا مسؤوليه اجتماعيه جديده، ليست في العمال فقط، واي حد ليه مشكله. فهنفتح مكاتبنا اللي موجوده في جميع المحافظات لتحمل المسؤوليه الاجتماعيه باي شكل من الاشكال. وهنعمل اعلان. انا بقول لك النهارده في اللي انا شفته في الحلقه دي خلانا لابد ان نعيد تفعيل الاتحاد. لا ده في ضغط تليفونات اكتر. انا معاكي. والله العظيم احنا مدخلين 10% من اللي مواصلنا. انا مع حضرتك. لا وانا مكسوفه اساسا ان انا بدخل التليفونات عشان ما اخدش من حوار. لا 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 لا، ولا بالعكس بالعكس. والله دخلنا 10% دي مشاكل ودي. لا انت بقول لحضرتك اديتيني النهارده ان احنا نفكر في اتحاد العمال بالفعل.
أن تكون لدينا مسؤولية اجتماعية كبيرة تجاه كل المجتمع المصري في جميع المحافظات، وهنبتدي من بكرة نفعل جميع الاتحادات المهنية، لأن قيادات نقابية في جميع المحافظات موجودة. هنشتغل ونفتح مكاتبنا لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية إن شاء الله. نتمنى سيادة النائب. طيب معانا الأستاذ باسم من القاهرة، تحياتي ليك أستاذ باسم. تحياتي لحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. لو سمحت عن حضرتك، معايا عربيتي مسروقة. من شهر 9. شهر 9 اللي فات وبلغت؟ شهر 9 اللي فات وبلغت وعملت محضر تبع لقيتكم شبرا مصر. وحضرتك بعدها بثلاث اربع ايام في ناس كلمتني وساومتني على فلوس والكلام ده كله، وقالت لي مواصفات العربيه. وعملنا بالفعل تتبع على 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 الشريحه، على السيريال، رقم السيريال بتاع الجهاز. وخدنا حكم ضده 5 سنين. الراجل كمان خد مني فلوس 15000 جنيه كمان. وعربيتك رجعت لك؟ ضده 5 سنين. نعم. عربيتك رجعت لك؟ لا لسه ما رجعتش الوقت، وخدت حكم ضده 5 سنين، وعشان الاسم ينفذ عليه من يوم 22/2 مفيش حد بينفذ عليه خالص. طب ايه المطلوب يا استاذ باسم؟ المطلوب ان انا في اسم شرطه منوف ان هم يعني ياخدوا اجراء ضد الشخص دوت. ده انا عامل لهم كمان شجره عيله ليه، يعني هم بيقولوا لا هو مش متواجد في المكان، لا انا عملت شجره عيله ليه، اهله ومراته وامه وكل الناس متواجدين في نفس المكان ده. طيب يعني الموضوع ده يا استاذ باسم بالتحديد عند وزاره الداخليه، ولو هم كلمونا او يعني حبوا يسالوا عن الموضوع هنديله بياناتك كامله يا استاذ باسم. بنشكر الاستاذ باسم من القاهره. سياده النائب يعني مشاكل كتير قدامكم، حزمه من يعني حزمه من التشريعات، واحنا ان شاء الله نتمنى يا فندم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. والحقيقه برضو ان اللي استوقفني النهارده في يعني كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصانع المتعثره، ودي كثير من المصانع المتعثره. بصي يعني النهارده حصل حدثين او حصل رسالتين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرساله الاولى ان لابد ان انا الاوان ان احنا نشوف حل للمصانع المغلقه وازاي نعملها المتعثره. ده مهم جدا. دي نسبتها قد ايه يا فندم؟ لا يا حبيبي بصي، كل مصر النهارده بتتكلم 3000 مصنع، ناس تقول 2000 مصنع، وناس 1000 مصنع، ما حدش قادر يقول العدد كام. لكن خلينا نتكلم عن دي كارثه بحد ذاتها. دي كارثه، دي يعني كارثه ان احنا ما عندناش احصائيه لعدد المصانع المتعثره. طب تعالى نتفق، ما هو مفهوم المصنع المتعثر؟ هل اللي فيه 3 انفار ولا اللي فيه 10 ولا اللي فيه 20 ولا مين اللي قفله ومين اللي تعثره؟ فاحنا المفروض التعبئه، الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء يقول لنا من خلال الاحصاءات بتاعته تقول لنا الوضع ده كام. لكن خلينا نتكلم الموضوع على اطلاقه وعموميته. احنا لابد ان احنا نفكر مع وزاره القوى العامله مع المعنيين في البلد كيفيه ان احنا نحل المشاكل المصانع المتعثره. واعتقد ممكن القانون الجديد. ليه؟ ايوه ما انا بقول لك ممكن القانون الجديد للاستثمار يحل المشكله. قانون جديد ولا قانون الافلاس مشروع؟ لا خلينا نتفق ان حصلت فوجه في الفترات اللي فاتت على المصانع المتعثره. اللي مش عاجبه بيقفل، لان انت عارف المشكله. احنا عايزين نعرف ايه اسباب التعثر. في عمال لازم يتعوضوا يا فندم. هقولك يعني يتعوضوا. قانون العمل كام سنه قاعدين؟ قانون العمل القديم حصل فيه مشكله. قانون 12 سنه 2003 لما جونا نتكلم كاتحاد عمال او كاعضاء مجلس النواب من العمال في 2003 في مجلس الشعب، وطالبنا ان يكون هناك حق الاضراب، طلعوا رجال الاعمال ساعتها وكانوا من القطط السمان والناس التقال قوي يعني. ويعني حظي الوحش او الحلو ما اعرفش، انا حضرتهم لان كنت عضو مجلس الشعب ساعتها وشاركت في هذا القانون يعني، وحلينا حاجات كتير. قال لك عايزين تدونا تاخدوا حق الاضراب، ادونا حق الاغلاق. يعني شوف حضرتك التوازن الغريب ده اللي خلانا النهارده كل واحد متضايق من 5 6 عمال يقول لك انا هقفل المصنع واتحول على مصنع تاني. وفي ناس بتتحايل تاخد انتاجها بتاع المصنع ده وتروح تعمله في مصنع تاني عشان تذل العمال. وده كان قريب عندنا في لجنه القوى العامله في شركه مش عايزين نقول اسمها في السويس، بس استطعنا ان احنا نحلها. فخلينا نتفق ان احنا هنعمل حصر شامل مع التعبئه مع الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، ايه المتعثر ونقدر نعمل فيه ايه. دي جزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه لسه عبد الفتاح السيسي قال حاجه جديده النهارده زي ما قالها السنه اللي فاتت، ادى صندوق الطوارئ 100 مليون جنيه. يعني ايه صندوق طوارئ؟ صندوق الطوارئ ده موجود طبقا للقانون. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاه 100 مليون، والسنه اللي فاتت كانت 100 مليون. ده بيعمل ايه؟ ايه صندوق الطوارئ ده موجود في وزاره القوى العامله،
في شركات متعثره ما بتقدرش تدفع مرتبات عمالها. بيصرفوا بيصرف. مين بقى المسؤول عن توزيع ال 100 مليون دول وبيتوزعوا ازاي؟ لا دي موجوده ده صندوق موجود في مجلس اداره في برئاسه صندوق الطوارئ. الطوارئ موجود برئاسه السيد وزير محمد سعفان وزير القوى العامله ومشترك فيه رجال الاعمال واتحاد العمال والجهات المعنيه بالعمل في مصر، وبيحددوا مين اللي بياخد المبلغ ده نتيجه ان احنا زي النهارده عامل وعند حضرتك مصنع وتوقف ومش قادر تصرفي لي، فبتدي نصرف للعمال لمده 6 اشهر وبعد كده بنشوف حاجه ثانيه. يعني في مساعده للعمال، يعني اعتقد ان الرئيس لما اعطاه ما اداهوش عشان يديه الصندوق، ده بيديه للعمال اللي هم ما بياخدوش مرتباتهم من الجهات المتعثره عشان الناس تعيش، فده كان اتجاه انساني جيد من السيد الرئيس بامانه يعني النهارده، وده اتجاه طيب كويس. طيب سياده النائب، الحقيقه كثير من التليفونات. احمد معانا، الاستاذ احمد من العاشر من رمضان، تحياتي ليك استاذ احمد. في 30 ثانيه قول لنا مشكلتك يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. انا عايز في البدايه اهني كل عمال مصر كلهم، وانتم كل سنه وانتم طيبين، وانتم كلكم مخصوص عليكم، يعني عمال مصر كلها، عمال القطاع الخاص، انا هتكلم عن القطاع الخاص مش هتكلم عن القطاع الحكومي. طب انت عندك مشكله يا استاذ محمد، عندك مشكله؟ انا بقول يا فندم القطاع الخاص، انا هتكلم عن عمال القطاع الخاص والمصانع اللي واقفه. احنا ليه يا فندم ما بنزرعش القطن يا فندم؟ القطن المفروض اللي يشغل غزل والنسيج كله في مصر، احنا رقم واحد في الصناعه، الغزل والنسيج. طيب الحقيقه يا استاذ احمد، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم النهارده عن صناعه الغزل والنسيج وازاي ان احنا نطور من هذه الصناعه ومصانع الغزل والنسيج. يعني تعليق حضرتك على تعليق عليه النهارده رساله النهارده قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحكومه بسرعه تطوير صناعه الغزل والنسيج. صناعه الغزل والنسيج اهدرت واهملت في الاعلام، متفوقين فيها، كنا متفوقين جدا. اهملت الالات، ما تشتغلش، والالات ما بقتش حديثه، فيها اكتر من مليون عامل بيشتغلوا في الغزل والنسيج. الاستيراد من بره قضى على الصناعه. كم مره اتكلمنا مع سيد رئيس الوزراء او سيد الوزراء المتعاقبين، واخر حاجه كانت لو الصناعه دي رجعت تاني يا سياده النائب هتوفر قد ايه من ايدي العمال؟ بقول لحضرتك بيشتغل فيها مليون عامل. مليون عامل ممكن يضيف عليها مليون عامل لو الدنيا اتظبطت. واعتقد في حضرتك في يعني مش هيبقى في مشكله بطاله. لا لا خالص خالص هتبقى. وبعدين النهارده الالات والشغل، وبعدين الحاجات اللي باخدها، ما انا بدل ما اجيبها من بره ما انا كنت بعملها في بلدي وكنت بستفيد بيها. فانا فيش لجنه مشكله. بس هل لو احنا طورنا من الصناعه دي هنقدر ننافس الخارج؟ اعتقد ان الايدي المصريه من تدريب، من المهم تدريب وتاهيل وتثقيف والات حديثه تستطيع تنافس الدنيا. لكن ما تقوليش انك انت ما عندك، لا عندك الات ولا عندك ايدي ماهره ولا عندك تدريب ولا عندك تسخيف، ونقعد نغني نقول هننافس العالم. لكن انا شايف انا في لجنه مشكله بالسيد رئيس الوزراء لتطوير صناعه النسيج، وادوها البيت خبره كبير جدا جدا معاكف الان على كيفيه تطوير صناعه الغزل والنسيج، واعتقد هتحل يعني مشكله كبيره جدا محتاجينها مصر في المرحلة دي. نتمنى، لأن دي يعني صناعة كثيفة محتاجينها طبعا، كثيفة العمالة يعني وكل حاجة ومهمة حاجة. جدا كل حاجة. يعني بنشكر سيادة النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأمين العام لاتحاد العمال، كل الشكر لحضرتك. مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. طيب حاضر.